عاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأهيل مطار عدن الدولي الذي يعد المطار المدني الأهم في اليمن، ويعبر خلاله أكثر من 345 ألف مسافر سنويا. ويهدف مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي إلى رفع قدرات الطاقة الكهربائية وإعادة تأهيل وإنارة مدرج الطيران المساعد ومنطقة الشحن. هذا وكان البرنامج السعودي عمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المطار بتكلفة تبلغ 15 مليون دولار عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي واستهدف المطار. معنا من عدن موفد العربي عبد المحسن الحربي. عبد المحسن، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. عبد المحسن، كيف هي الصورة حولك؟ كيف هي الأعمال، الإنشاءات لإعادة تأهيل هذا المطار بعد 9 أشهر تقريبا من استهداف هذا المطار واستهداف الحكومة اليمنية بعد وصولها إلى عدم عدد تنفيذ اتفاق الرياض؟ نعم نايف، نتحدث عن هذا المشروع الذي كان أصلا مخططا أن يقام من قبل هذا الاستهداف الحوثي لمطار عدن الدولي في نهاية ديسمبر، حيث كان يسير مشروع المطار بوتيرة متسارعة في ذلك الوقت. 15 مليون دولار هو كان المبلغ الإجمالي لهذه المرحلة التي يتم عليها عمل الإنشاءات، ولكن بعد هذا الهجوم الذي استهدف هذه المنطقة المدنية التي في بالخلف، حيث 3 صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت هذا المكان، اضطر البرنامج السعودي لأن يضيف برنامج سعودي لإعادة وإعمار اليمن لأن يضيف 2 مليون دولار أخرى ليحسن ويعمل على إعادة ترميم هذه المنطقة المدنية التي استهدفها الحوثيون. ولكن الأعمال تسير بحسب ما هو مخطط له. المرحلة الأولى طبعا انتهت بتوفير المعدات والطاقة الكهربائية للمطار، ويتم العمل الآن بخلية كبيرة حيث نتواجد، وسنستطيع نضيف الآن معنا المهندس عبد الله اليوسفي ليحدثنا أكثر عن هذه المرحلة، وهو مدير الإنشاءات في مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي. حدثنا عن هذه المرحلة مهندس، كيف تتم الأمور بها وإلى أين وصلتم؟ وصلنا إلى نسبة 15% من إجمالي المشروع، والمشروع يسير الآن في الجانب القوي والجانب الأرضي في وقت واحد. طيب، ما هي أبرز الأعمال التي تقومون بها؟ ونحن نشاهد الآن على الصورة حيث نشاهد هذه الأعمال على الهواء مباشرة قبيل هذا المدرج. حدثنا عن هذه الأعمال التي يشاهد المشاهدون الآن على الهواء. هي أعمال قلع لمداخل مواقف الطائرات، وأعمال قشط لممر التدحرج أو ممر التاكسي واي للطيران. بالنسبة لي أيضا طائرات أو مقر الشحن ومواقف الأرضية، ويوجد معنا في منطقة الشحن مباني خدمية ومباني مخازن ومكاتب تقدر بألف متر مربع أو أكثر شوية، وأيضا عمل ترميم كامل للهنجر الموجود اللي يظهر على الشاشة الآن، وتغطيته بألواح الساندويتش بان اللي يكون جميلا وعازلا للحرارة. ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتموها في عمليات إعادة تأهيل مطار عدن؟ الصعوبات تكون فقط بظروف اليمن، بموضوع أن اليمن الشحن البحري لها فيها صعوبة شوية، وتأخير بعض الأدوات والمواد من الخارج، هذه الصعوبات الوحيدة. متى نتوقع أن يتم استخدام هذا المطار بشكل بعد إعادة تأهيله بشكل كامل، وهم أيضا يستخدمون الآن؟ انتهاء العمل. نعم، انتهاء المشروع إن شاء الله يكون على يونيو 2022 إن شاء الله. شكرا جزيلا معك. شكرا سيدي. إذا نايف، كما تشاهد ونحن نتواجد الآن، الطيران المدني، طيران المدنية اليمنية عفوا، يقوم بنقل المسافرين، حيث الطاقة الاستيعابية لهذا المطار 1 مليون مسافر، ولكن من يسافر عليه في خلال السنة 345 ألف مسافر تقريبا في هذا المطار الحيوي المهم الذي بعد إعادة تأهيله وانتهاء هذا المشروع الذي لم يعطل الحركة المسافرين في هذا المطار. كما نشاهد عمليات الإنشاء مستمرة، وأيضا الطائرات المدنية تنقل المدنيين بجدول الرحلات اليومي بشكل مستمر. بعد انتهاء هذا المشروع سيكون عبد المحسن هذا المطار عندي كثير من الوقت بشكل جديد. أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هالمعلومات، ولضيفك الكريم أيضا من عدن موفد العربية عبد المحسن الحربي.